اهلا بكم متابعينا الفلاسفه، رجعنا لكم في لقاء جديد. اللقاء ديالنا اليوم بما انه جاء بالتزامن مع الدخول المدرسي فما غنقدروش اننا نفلتوا الفرصه وما ندويوش على الاكراهات اللي كتواجه اولياء الامور في هذه الفتره هذه. فاول اكراه هو هذا المشكل ديال الطبعات الجديده اللي تفرضت على اولياء الامور. فكل سنه ولا طبعه جديده كتخرج واللي خاص لاولياء الامور انهم مطالبين انهم يمشيو هذوك المقررات المدرسيه. فباش نناقشوا هذا الموضوع معنا السي علي شتور، بصفته رئيس الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك. اهلا بك سي شتور. السلام عليكم. استاذه، عاد التلاميذ الى اقسامهم بعد واحد العطله الصيفيه اللي هي مريحه، والعوده احمد كما يقال واما بالنسبه للاباء ف هذه الحاله اللي هما حنا سيتو الظروف القاسيه اللي كيستقبلوا بها الموسم الدراسي، وظروف اللي هي استثنائيه بارتفاع الاسعار بما فيها الاسعار الغذائيه، المواد الغذائيه بما فيها مثلا المحروقات، بما فيها انهم يلا الاباء سالوا من العطله الصيفيه. والمهم هو ان الدخول المدرسي اللي هو التسجيل ارتفع بواحد الوتيره غير مسبوقه، وكذلك التامين، وكذلك الكتب والدفاتر واللوازم المدرسيه. وبهذه المناسبه كنقولوا بان كاينين واحد مدارس او مؤسسات خاصه بعض المدارس والمؤسسات اللي خارجين على القانون، اللي هما كيفرضوا على الاباء واحد الاثمنه اللي هي خياليه بدون قانون، وهما كيديروا قانون خاص بهم وحنا كنسموه بان قانون غاب. واش ما كاينش واحد 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 مراقبه على هاد الناس التقنين. اللي هما التقنين، لان ماشي اللي جا حنا غادي يبدا يدير علينا حنا بهاد اسمه وفرض واحد سعره نعم اللي كتناسب هو. هذا بالنسبه للتسجيل. نرجعوا حنا هي المقررات الدراسيه. المقررات الدراسيه ملاحظنا مؤخرا في السنوات الاخيره ولا كل سنه الناس كيعانيوا بانهم كيوليو مطالبين انهم يشريوا طبعه جديده من غير الطبعه اللي كانت. شحال هذه كنا ممكن ان مقرر واحد يقرا به شخص ويقرا به الاخ ديالو، وحتى الناس ممكن يستافد منه حتى شخص اخر من بعد، لانه كيبقى هو نفسه اللي كيتضمن نفس الدروس. فكنلاحظوا ان مؤخرا ما بقاتش هذه القضيه، ولا خاصنا نشريو مقررات كل عام جداد. فهذا الشيء شكل واحد العبء على الاسر المغربيه. فشنو نفسر كيفاش نفسروا هذه القضيه؟ بالنسبه لنا هذا موضوع شائك، وبالاخص المقررات اللي جات بهم المناهج التربويه هي اللي تكلفات بهذا اسمه التغيير ديال المقرر كل سنه، فهو عبء على الاباء. لان حنا كنا عشنا بان مقرر واحد كان كيمكن السنه اللي مضات كان هذوك المقررات نعطيوهم للابناء، الاخ يعطي الاخت ديالو، الاخت تعطي الاخ ديالو، للعائله كلشي كيستافد. وشكون اللي كيستافد؟ وهو الاب بهذوك الدراهم باش يمكن يدير بهم اشياء اخرى. وكتخرج عندنا بان قرارات ولا تغيير في المقررات، وحنا ملي كنقلبوا هذا التغيير كنلقاو تغيير بسيط، و كنقول بان هاد الكتب اللي ما فيها المقررات كنلقاهم كيمشيو لسوق الخرده كما تيقول سوق الخرده. واش من مقرر من بعد ملي كيكون كيبقى عند المكتبات ولا عند في عند الاباء ولا هذا في الدار ما كيبقى كيستعملش، لان حتى الابن ولا هذا ما يمكنش يشوف زعما يطالع على هذاك المقرر ديال السنه اللي فاتت لانه متجاوز. شنو كيدير؟ كيمشي لسوق الخرده صافي سلات عندي. وهذا عيب على الاسر. ومن ناحيه اخرى انه كيضر حتى بالبيئه ديالنا. نعم. فهاد الكتب هذه اللي ما كنبقاوش نستافدوا منها في طبيعه الحال هي كتولي مخلفات، ومخلفات واكثر من هذا واكثر من ذا استاذه، بان الارتفاع ديال الورق حاليا ولا حيت هي من بعد المواد الاوليه كتجينا من الخارج وارتفع بواحد الاعداد، وحنا مازال كنقلبوا يعني كيشكل عبء حتى للدوله. على الدوله هذا هو اللي كان. ومني تطرقنا لهذا الموضوع هذا المقررات الدراسيه، فحتى الدفاتر العدد ديال الدفاتر، فكنلاحظوا ان الطفل اللي في العمر ديالو ما كملش حتى واحد 7 سنوات
كيحمل واحد المحفظه اللي عامره بالتفاتير، كتلقى ماده واحده فيها ثلاثه ولا اربعه ديال التفاتير، مع لي انه انا ممكن دفتر او لجوج تفاتير كيف ما كان في السابق يكافين بانهم باننا نقراو بهم. انا كنعتبروها كجامعه مغربيه لحقوق المستهلك ظاهره، انا بعدا كنعتبرها ظاهره، لان الظاهره يلاه جات بعد واحد الايام اللي هي اسمو ما كناش كنعرفوها، حتى ان ولا ان الطفل كتشوفو النحيف الجسم ويحمل واحد الوزن اكثر من وزني، وهذا شيء فظيع، لان هذا الطفل خصو بعدا واحد القضيه انه يكون نفسانيا مرتاح، لان الارتياح ديالي كان مرتاح وداكشي غادي يهز واحد الوزن كثير، كيفاش غادي يدخل لهذه المدرسه؟ يمكن واحد ربع ساعه غادي ينعس. ياثر على التحصيل الدراسي ديالو. التحصيل الدراسي ديالو، وانه بعدا كيكون جاي وكيفكر واش نسى شي كتاب، واش جاب شي كتاب، ملي كيدخل القسم خصو يبقى يبحث على الكتاب، لان جايب معاه تقريبا 10 حتى 15 كيلو، هذا غير جائز. حتى من الناحيه الصحيه كيكون خطر على الطفل. وانه حتى ان الاباء ولاو حتى هما كيجيو تيعاونوا هذاك الطفل في الحمل ديال هذا، وكنشوفوا بان هذاك حتى ان هذيك المحفظه اللي كانت كتسوى واحد عدد واحد 180 درهم الحق دابا واحد 400 500 درهم، دونك ما بقاتش، هذا يقدر الاب ديالي يمشي يشري واحد محفظه، وخصو ماشي محفظه واحده، خصو يشري ثلاثه المحافظ ولا اربعه، لان عنده ثلاثه ولا اربعه فعلا. وهذا كنقول بان استاذ باش نتكلموا، لان تكلمنا على 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 المدارس الخصوصيه، والمدارس الخصوصيه كيشكون اللي كيكون فيها؟ كيكونوا فيها الطبقه الوسطى، وانا الطبقه الوسطى ولات هي كتعاني وحسات براسها كتقهقر، وهي شكون هي الطبقه الوسطى؟ الطبقه الوسطى هي اللي كتدور الاقتصاد المغربي، وهذا خطر ملي كتولي هذيك الطبقه المتوسطه تاهي ولات كتعاني، راه خطر على الاقتصاد يعني المغربي. يعني كيضغط الناقوس ديال الخطر. هذه من جهه ونتكلموا على المدرسه العموميه واللي خرج علينا الناطق الرسمي كيقول لك بان كاين واحد اعانه ولا اسمه بالنسبه واحد العدد ديال الكتب، ماشي الكل اللي كانت خرجت 25%، ولكن كاين كتب اخرى الا تكلم على على على, على دف الكتب، فاين هي الدفاتر زعما، وفينا هو اسمه اللوازم، وفينا هي المحافظ المحفظات اللي هما الطلعات تاع هما الثمن ديالهم، دونك ان القدره الشرائيه انها نزلات بواحد الطريقه اللي هي فظيعه، وان المواطن المغربي ما قدرش يواجه. وي وشكون المسؤول في نظركم على هذا المشكل اللي وقع دابايا، وهذا الارتفاع ديال الاسعار المهول اللي شهدته الاسعار ديال المقررات المدرسيه ولوازم المدرسيه؟ هذا هو هي اللي غادي نقولوا بان غادي نقدر نرجعوا بان الظرفيه اللي كيعيشها عشناها وعاش العالم كامل اقتصاديا، وبان المواد كنقدر نقولوا بان مواد اللي هي اوليه بحال كنقولوا في الاوراق وداك الشيء اللي طلعت وداك الشيء، ولكن كاين ما كاينش واحد المحاسبه، وكاين واحد التدخل، خص الحكومه تتابع عن كتاب ما يقع داخل هذا اسمه بحال هذا في المدارس الخاصه. بالنسبه لدور النشر خصنا نعرفهم اشنا هما، بشحال كيعطوا، وعلاش كيداروا هذا الثمن، وشنا هو السبب علاش طلعوا بهذا، باش يكون خصنا نحاولوا حتى هما يساعدوا في القدره، يحاولوا حتى هما يشاركوا في ديك القدره الشرائيه اللي هي يعني كتقول انا خصنا الحكومه خاصها انها تبحث على سبب المشكل وتحاول تحله ومتابعه عن كتب. وبالنسبه لكم انتم كجمعيه للدفاع ديال حقوق المستهلك، فشنو الاقتراحات ديالكم اللي ممكن انها تخفف من هذا الوقع ديال هذه الظاهره كيف ما سميتها؟ احنا بالنسبه لنا احنا نطالب كجامعه المغربيه لحقوق المستهلك اولا تخفيف العبء على الاطفال، اولا على الاطفال الابرياء، ثانيا لعدم اسمو هاد عدم تغيير هاد المقررات وتقليص عدد المقررات، ثالثا وهو البحث عن الجوده لا الكم، حنا عندنا الكم كثر دابا ما عندنا، حنا نبحث عن الجوده لا الكم. ملي كندوي على الجوده كندوي على التعليم. بيان سور. ثانيا ثالثا وهو اللي كنبحثوا، كنبحثوا على ان الطفل المغربي خصو واحد راحة بدنية وعقلية ونفسية، وهذه الراحة البدنية والنفسية والعقلية تمكنه من الاستيعاب السليم. لماذا؟
للدروس ماشي خصو يكون كيعيش بواحد الراحه نفسيه وداكشي باش نعطيو باش حنا هزين عليه 40 كيلو الضغط وداكشي كيفاش هاد الطفل غادي يوصل. شكرا بزاف السي علي وعلى هاد المعلومات اللي عطيتينا كاملين، وهكا كنكون وصلنا للقائنا اليوم. نتلاقاكم ان شاء الله في لقاء جديد وفي موضوع جديد. السلام عليكم.